خلينا بس نستكمل الاخبار اللي نورهان كانت دلوقتي بتناقشها مع ضيفها. يعني تصريح كيروش امبارح، انا زي ما قلت لك كده كريم، كان ليه شقين طبعا اللي انت تابعت. الشق الاول لما سئل هو اتكلم كده تحديدا، قال حديثي لن يكون بشكل فردي عن لاعب، ده شق كويس. الشق الثاني اللي زعل البعض بقى، او كان يعني مش فاهمين ليه تصريح زي ده، يعني ايه لازمتها، لما ضاف بقى قال الحسابات بنتركها للمهندسين والعلماء، لكن في كرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد والعمل الجاد. يعني البعض قال لك طب يعني ايه لازم التصريح زي ده، ايه المشكله يعني، طب انت قصدك ايه يعني؟ ده اللي انا بقوله لحضراتكم او بنقل الصوره امبارح بعد المؤتمر الصحفي وتصريح كيروش.